الحمد لله الذي أمات وأحيا، الحمد لله الذي أضحك وأبكى أياما كلما نودي أجابا، ومن جلاله ينشئ السحابا أياما كلما موسى في الدجى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، أياما رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، أياما خص أحمدا واصطفاه وبشفاعته يعتق الرقابا. يا ابن آدم إن كنت في ملل وضيق وأصبحت الآن في حرج فصلي على النبي المصطفى من بني هاشم يأتيك الله بالفرج. اللهم صلي عليه عدد من صلى عليه، اللهم صلي عليه عدد من لم يصلي عليه، اللهم صلي عليه كما ينبغي أن يصلى عليه، اللهم صلي عليه كما أمرتنا ربنا أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من ساحة القرآن الكريم تكريما لعميد عموم عائلات معوض على عموم مراكز وقرى جمهورية مصر العربية، عم الحاج حسن معوض عليه من الله عز وجل، عليه من الله عز وجل فيوضات الرحمة ونسائم المغفرة، كما أسأل ربي جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم نورا يتقاطر عليه في قبره. مشاركة العزاء أبناؤه الأكرمين أصحاب الواجب في كل مكان، عم الحاج محمود والحاج أحمد والحاج محمد والأستاذ حسن والمعلم وحيد والمعلم حسام حسن معوض، ومشاركة لأبناء عمومتهم الأكرمين ولعموم عائلات الحوتة والعصفرة قاطبة واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن على مائدة القرآن الكريم تتوافد وتتواكب علينا ملائكة الرحمة في مواكب من نور ليشاهدوا عباد الرحمن وهم يسمعون كلام الله عز وجل. هيا بنا لنعيش مع جامعة غانمة بالمقامات والروايات، نجم قراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والذي نسعد به في هذه الليلة المباركة، قرآن فجر هذه الليلة المباركة على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، وقارئ المقامات الأول فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرس، سائل ربي لفضيلة قارئنا التوفيق والسداد، ولي ولكم بحسن الاستماع يتفضل المشكور.
الله ينور نورك، الله يصلح حالك حبيبي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. قل إن قلتم
لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. لكم ذنوب
ذنوبكم والله غفور رحيم. اصطفى آدم ونوح
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران رب نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني إنك أنت السميع والله أعلم والله أعلم والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها
سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان فلما وضعتها قالت فلما وضعتها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Thank you.
أرسل زكريا عندما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال لها يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تجول بنا في بستان القرآن ليقتطف زهرة عطرة من رائعة سورة آل عمران، ملك المقامات الأول بالعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق، والذي نسعد به سويا فجر هذه الليلة على الهواء مباشرة من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة، والمقيم بمحافظة القاهرة. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، نقلت لكم هذه التلاوة عبر موجات اذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية، عميد الصوتيات الأول في جمهورية مصر العربية الحاج محمد المرسي وولده المهندس محمد المرسي، والمقيم بقرية عرب شراويط مركز ومدينة كرنس، ومن داخل كبرى مخازن الإنارة الذهبية إدارة علم الإضاءة بجمهورية مصر العربية المهندس شوقي داوود بالجمالية تقالية، كما نقلناها لكم من داخل اسطول الفراشة المتحرك وكبرى كسور الضيافة والخيام المكيفة إدارة أعلام الفراشة بجمهورية مصر العربية العميد الحاج حسين أبو شلبي والعميد الحاج محمد عبد العاطي والمقيمان بالعصفرة والمطرية محافظة التقاهلية. واجب الضيافة والخدمة الفندقية الممتازة فريق عمل المتر السيد صالح والمقيم بمنشأة أبو عمر محافظة الشرقية، هندسة البث والهواء والتسجيلات القرآنية النادرة مسعد عطالله الجمالية دقهلية، تكريما لعميد عموم عائلات معوض عم الحاج حسن معوض، ومشاركة للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة الحاج محمود والحاج أحمد والحاج محمد والأستاذ حسن والمعلم وحيد والمعلم حسام معوض، وعموم العائلة الكريمة الذين يتقدمون جميعا بخالص الشكر إلى كل من واساهم في هذا العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام.